هيمودايناميك اسسمنت باي ايكو. احنا فاهمين كويس كلنا طبعا ان الايكو ده حاجه المفروض انها هتبقى متاح ان احنا نبص بيها على مايوكارديوم، مايوكارديال فانكشن، سيستوليك فانكشن، دايستوليك فانكشن، فالفز، الكلام ده كله ظريف. بس احنا دلوقتي هنتعلم كمان ان الايكو ممكن يكون ليه رول في الهيمودايناميك اسسمنت. انا ينفع احسب بيه كيو بي كيو اس، انا ينفع احسب بيه ستروك فوليوم، انا ينفع كمان احسب بيه كاردييك اوتبوت، اي انا ينفع اشوف بيه لما اعمل مانوفرز معينه هو الكاردييك اوتبوت زاد ولا قل ولا ثابت. كل الحاجات دي ينفع على الكلينيكال براكتس يكون ليها امبليكيشنز ويوتيلايزيشنز كتير جدا هتنفعنا ان افري داي براكتس. طيب فاحنا دلوقتي هنبقى مدركين ان الايكو ينفع ان هو يبقى ليه ادوار كتيره جدا مجرد بيوند ان احنا نعمل اناتوميكال وسيستوليك ودايستوليك وفانكشنال انفورميشن that can be extended and expanded to flow metric and the volumetric information. الفوليومتريك ميجرمنتس اللي احنا ممكن نتحصل عليها وتفيدنا في حسابات هيمودينامكس، ان ما احنا عارفين ان الايكو ينفع يطلع لنا ستروك فوليوم. طب وهو الستروك فوليوم ده لما بيضرب في الهارت ريت هيتحول الى كاردييك اوتبوت. حاجة تانية من الفوليومتريكس اللي بتفرق معانا جدا، ان لو انا في عندي ميترال ريجيرج او اورتيك ريجيرج، واحدة من اسبق المعايير علشان اقول هو ده مودريت ولا سيفير، الجدول اللي بيبقى موجود في الجايد لاينز اللي بيقول لنا هو ريجيرجيتنت فوليوم قد ايه وريجيرجيتنت فراكشن قد ايه. بمعنى ان مثلا لو فور افري كاردييك سايكل المايترال فالف بيحصل فيه ريجيرج لفوليوم اكتر من 60 ملي بير بيت، this is a significant mitral valve and this is a very honest and frank and accurate surrogate لان فعلا المايترال فالف ده سيفير. البالمونري سيستميك فلو ريشيو اللي هي كيو بي كيو اس واللي بتبقى اسينشالي مهمه جدا في الحالات بتاعه الشانس، سواء كانت الشانس دي كونجنيتال او اكوايرد، احنا كلنا شاطرين وفاهمين كويس ان احنا ينفع من خلال الايكو نقيس بريشر جريدينتس بيك ومين، وهيبقى في فرق كده ان الجريدينتس اللي بتتقاس جوه الايكو دي بنسميها انستنتينيوس، انما اللي بتتقاس في القسطره اسمها بيك تو بيك، ودي ليها حته ثانيه في المحاضره بتاعه الفالفير ستينوسيس. اعتقد دكتور احمد محسن بروسبلي هو اللي هيقولها وهيقولها باستفاضه شديده. في حاجه اسمها البيزا او البروكسيمال ايزوفيلوسيتي سيرفس اريا، ودي برضك هتتقال بشكل مستفيض في المحاضره بتاعه الريجرجيتنت ليجنز. بس هو دول كلهم عباره عن ان قد ايه لما هستعين بالإيكو علشان أقيس فوليومز وبريشرز وأحول دول إلى أرقام بتاعت هيمودينامكس، الإيكو ينفع يفيدني بيوند إن أنا أشوف الصمام مفتوح كويس بعناية ولا ضيق ستينوسس، بيوند إن أنا أشوف بالكالر هو الفالف ده كومبتنت ولا ريجرجيتنت بيرجع. أوكي تعالوا نتكلم كده على شوية قوانين اتعملت من سنة 1940 لحوالي آخر واحد منهم كان 1970، ولغاية دلوقتي احنا مش عارفين نعمل حاجة أحسن منهم لأن هم دول بصراحة قالوا وزادوا وغطوا وكفوا. احنا عندنا حاجة اسمها باسكال، أوم، هاجن فوساي، الكونزرفيشن أوف ماس، إن هو الكتلة لا تخلق ولا تنتفي، اللي هيعدي من الحته دي هو لازم يطلع من الناحيه الثانيه، اللي هيخش الماسوره دي ما ينفعش يتسرب منها لازم يخرج من الناحيه الثانيه، بالنسبه لنا بتبقى of utmost importance في الهيمودايناميك assessments بالايكو. الدوبلر افكت، الفوليومتريك assessment of flow rate، والبرنولي equation، برنولي principle. طيب سامحوني هي محاضره سنه غلسه بس تعالوا اوفر قوي. وسايكل بولندي بولندي حاجه كده، بس هو حط الايكويشن اللي على ايدنا الشمال دي وانا قادر اتخيل قد ايه انتم متضايقين منها، انا مش عايزكم تبصوا عليها. تعالوا نبص على اول سطر في الناحيه اليمين اللي هي الكيو which is stands for the flow بتساوي الباي اللي هي 22 على 8 مضروبه في البريشر مضروبه في الراديوس بتاع التيوب raised to the power of 4 على 8. كلنا عارفين الثمانية لغاية دلوقتي الـ length of the tube والـ viscosity of the fluid. الكلام ده مع مكلكع قوي بس هو معناه لو حاولنا نبسطه إن
لو انا في عندي تيوب وليكن التيوب دي هي ال LVOT معايا يا دكتوره سوزان، انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ مش انا قلت كلكم انميوت؟ ما حضرتك يا دكتور كله انميوت بدل ما اعمل لكم انا، ما بعرفش اعمل ازاي صراحه. والنبي علشان تحسسوني كده ان احنا بنرد على بعض، ما حدش راضي يسمع الكلام. طيب اوكي خليك انت معايا سوزان، انت اللي فيه. لو احنا بنتكلم على تيوب وليكن التيوب دي هي اللي اسمها ال LVOT، هو ايه اللي بيجارد ان الفلو جوه ال LVOT يكون كتير او قليل؟ مفهوم ان التيوب دي حاجه سيلندر وبالتبعيه الكروس سكشن بتاعها دوريه صح؟ يبقى كلنا هنبقى فاهمين ان الباي لازم هتكون جزء من المعادله، والبريشر هو البريشر اللي بيزق الدم علشان يعدي في التيوب. ال LVOT البريشر اللي بيزق فيها هو الكونتراكتيليتي باور بتاعت ال LV، والراديوس هو الراديوس بتاع الدوريه الكروس سكشن بتاعت ال LVOT على 8، اللينث الطول بتاع الانبوبه، والانهل فيسكوسيتي اوف بلاد. مثلا لو افترضنا ان الانبوبه دي بقت ضيقه فالراديوس صغر، فالفلو هنلاقيه بيقل علشان هما الاثنين هيبقوا positively correlated او directly proportionate. بينما كل ما الانبوبه التيوب لو كانت طولها اكتر هي بت exert resistance اعلى علشان هما inversely proportional. كل ما الفلويد الفيسكوسيتي بتاعته تبقى عاليه علشان الفيسكوسيتي تحت الخط بتاع الفراكشن فهما inversely proportionate، يبقى انا هبقى فاهم ان الفلو بيقل مع فيسكوسيتي عاليه والفلو بيزيد مع فيسكوسيتي قليله. فلو حد عنده انيميا هنبقى فاهمين هو ليه عنده هايبر دايناميك سيركيليشن. انيميا معناها لور فيسكوسيتي، فالدم تحت نفس الظروف بيعدي بفيلوسيتي اعلى، بيبقى عندهم هاي اوتبوت هارت فيلير. لو في حد عنده الراديوس بتاع اي كروس سكشن الدم بيعدي فيه بقى قليل فبقى عنده ستيناتيك ليجن، هنبقى فاهمين ان هو كل ما الراديوس يقل كل ما الفلو يقل علشان هما دايركتلي بروبورشنت تو ايتش اذر. المعادله دي داخل فيها حاجات كتير بس هي فعلا معادله فعاله جدا جدا، بتجارد حاجات كتير قوي من الحاجات اللي احنا فاهمينها. يا جماعه يا اللي عاملين نفسكم ميوت، حد عايز قبل ما نقلب المعادله دي يسالني على اي حاجه فيها؟ I will take this as no. طيب ال continuity equation ودي الأهم، دي اللي بتقول لنا إن لو افترضنا إن احنا عندنا closed tube فأنا وحد مننا ال circulation بتاعتنا مقفولة من بقها لآخرها، مفيش دم بيخش في النص على ال circulation، مفيش دم بيخرج من بره في ال circulation under normal conditions طبعا in the absence of abnormal shunts او leaks او fistulae. وبالتبعيه لو انا مثلا الميترال فالف عدى من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل a certain amount of blood per unit of time، لو في الدقيقه بيعدي كميه الدم دي، هي لازم اجباري نفس كميه الدم دي تبقى هي اللي بتخرج من الاورتك فالف من الليفت فنتريكل انتو ذا اورتا في نفس الفتره من الدقيقه في نفس الفتره الزمنيه. لو افترضنا كمان ان احنا ما عندناش رايت تو ليفت اور ليفت تو رايت شنت، فهي نفس الكميه لازم تكون بتعدي ثرو ذا تراكاسبيد فالف، نفس الكميه لازم تكون بتعدي في الار في او تي. وبالتبعيه مثلا انا كنت بقول لكم ان احنا ينفع نحسب كيو بي كيو اس، فلو احنا جينا على ال ال في او تي بحيث ان ده حاجه من الحاجات اللي شويه بريدكتبل تو ا جريت اكستنت اكتر من غيره، جينا نقيس الفلو بتاع ال RVOT هو لازم كان يكون قد الفلو الى على ال LVOT per the same unit of time. لو واحد منهم اكتر من الثاني بمقدار، لو واحد منهم يمثل مره ونص قد الثاني فهتبقى ال QPQS هنا 1.5. حد فاهم حاجه؟ اوكي. لو افترضنا ان احنا عندنا، ودي ركزوا فيها قوي، لو افترضنا ان احنا عندنا mitral regurg، عندنا mitral regurg وانا قست الدم اللي بيعدي من الليفت اتريوم للفنتريكل through the appropriate phase، دي المفروض هتكون الدايستول،
بعدين كان متوقع لو under normal conditions يعني ما كانش في mitral regurg ان لازم نفس كميه الدم دي هي اللي كمان تخرج من left ventricle into the aorta علشان في السايكل اللي بعدها نفس الكميه تخش نفس الكميه تخرج في السايكل اللي بعدها نفس الكميه تخش نفس الكميه تخرج ما هو نفس العيان بنفس الاي اف. طيب لو افترضنا ان الليفت فنتريكل في كل سايكل بيستقبل مثلا من الليفت اتريوم 100 بس في السايكل بردك هو بيخرج على الاورطة 50 يبقى ال 50 التانيين بديهي ان هم دول اللي بيهربوا من الكونتراكتيليتي بيهربوا من المسار الطبيعي دول اللي بيرجعوا من الليفت فنتريكل بدل ما يمشوا صح انتو ذا اورطة بيمشوا عكس انتو ذا ليفت اتريوم يبقى الريجورجيتن فوليوم هنا 50 لو كان فوق ال 60 كنت هسمي الميترال ريجورج ده سيفير ولو كانوا تحت ال 60 فانا بسمي الميترال ريجورج ده مودريت. حد فاهم ده؟ I will take this as yes. ماشي ما حدش بياخد حسي غيرك. الكونتينيوتي ايكويشن والمعادله بتاعتها برضك هنسيبها على الشمال انا هركنها شويه وعايزكم تبصوا على الناحيه اليمين. احنا دلوقتي بقينا بنخلي ان الكونتينيوتي ايكويشن بتقول لنا ان كميه الدم وهي دايما بتساوي الكروس سكشنال اريا في الفيلوسيتي اللي بتعدي منها ايكوالز الكروس سكشنال اريا بتاعت النقطه اللي تليها في الفيلوسيتي عند النقطه اللي تليها ويبقى دايما الفلو بيساوي الفلو بيكوز ذا فلو از كونتينوس والفلو احصائيا ورياضيا بيساوي الكروس سكشنال اريا في الفيلوسيتي بتاعه مرور الشيء الشيء ده يطلع فلويد سواء كان ليكويد او جاز. اوكي نوينج ثلاثه من الفاريبلز دول اي كان ديديوس ذا فورث والكونتينيوتي ايكويشن بالطريقه دي بتخليني ينفع اطلع ريجورجيتن فوليوم ينفع اطلع كمان اورتيك فالف اريا ميترال فالف اريا ينفع اطلع بالمونري فالف اريا دايما انا كفايه عليا ان انا اعرف ثلاثه من الفاريبلز واعرف اطلع بيهم الرابع. طيب وبالتبعية مثلا لو احنا عندنا في حد انا شاكك ان هو ينفع يكون عنده فلو احنا بقينا كلنا حافظين ان area velocity at a point وليكن البوينت محل الكلام هي الاورتيك فالف بتساوي الاريا في الفيلوسيتي another point اللي احنا نعرف نجيب فيها الفاريبلز بتاعتها يبقى الاريا ات اورتيك فالف فيلوسيتي ات اورتيك فالف بتساوي اريا ات ال في او تي ده بنعرف نقيسه تو اجرير اكستنت مضروبه في فيلوسيتي ات ال في او تي. احنا ابتدائي يبقى لو انا مش قادر اعرف بالظبط الاريا بتاعت الاورتيك فالف فهي بتساوي ال في او تي بارت مقسوم على الفيلوسيتي بتاعت الاورتيك فالف سوري وهي دي فعلا اكتر حاجه احنا بنستغلها في الايكو علشان اكالكيوليت الاورتيك فالف اريا في العينين بتوع الاورتيك ستينوسس which became the standard method لان الجريدينتس احنا بقينا فاهمين دلوقتي starting من سنه 93 ان بقى في هاي فلو اورتيك ستينوسس ولو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوسس وبالطبيعيه ينفع يكون في حد عنده سيفير اورتيك ستينوسس بالرغم من ان الجريدينتس بتاعته مش محققه الثريشولدز الدايجنوستيك للسيفير ولكن علشان الاورتيك فالف اريا اي هاف كونفيرمد افيرماتيفلي ان هي اقل من واحد او اقل من 0.6 اندكس. ف ده اللي احنا عارفينه. الليميتيشنز بتاعت ابلاينج الكلام ده بتكون ان هي دايمتر بيزد احنا مش بنقيس ال في او تي اريا احنا بنقيس ال في او تي دايمتر فانت لو باصين كده معايا على الصوره اللي احنا حاطينها تحت على ايدكم اليمين اورتيك ستينوزس هو بيبقى عنده ال في هايبرتروفي واكتر حته بتبقى هايبرتروفايد كونفشنالي بتكون السبتم اكتر حاجه فيها بتكون البيزل سبتم اللي هي الحته اللي قريبه من ال في او تي وبالتبعيه انا لو قست في القياسه A B C D وده دايمتر الديامتر جهاز الايكو اوتوماتيكالي بيقسمه على 2 يطلع ريديوس ويضربه في 3.14 22 على 8 باي علشان الباي ار سكوير هي اللي بتطلع الاريا. فانت متخيل ان اقل خطا هيبقى سكويرد اتليست نصه وهيضرب في كمان فيكسد كونستنت باي علشان يديديوس منها الاورتيك فالف اريا. يبقى اقل خطا هنا بيبقى سكويرد وبيفرق جامد قوي.
هنلاقي ان الاورتيك فالف اريا ينفع يبقى فيها great variability depending على القياس اللي احنا بناخده. This is a very strong limitation للقصه دي، وبتحتاج خبره مش قليله من الشخص اللي بيقيس علشان يعرف ازاي يقيس وفي انهي فايز يقيس ويقيس صح ازاي. اوكي طيب، ف احنا كده دي اول ليميتيشن اللي هي الماينور ايرورز في الدايمتر بتبقى بيست. الحاجه الثانيه ان احنا بنسيوم ان ده فيكسد، ان هو الدايمتر بتاع ال في او تي بيفضل ثابت ثرو اوت ذا كارديك سايكل، اند ذس از ا بيج ميستيك الصراحه. ودي احنا اتعلمناها من زماننا بتوع السي تي، ان الدايمترز بتاعه ال في او تي والاورتيك فالف اريا والاورتيك روت لغايه الساينو تيوبولار جونكشن هي حاجه دايناميك، هي بتوسع عند غالبيه الناس ديورنج السيستول وبتقل عند غالبيه الناس ديورنج السيستول. الكلام ده لكل ما هو تحت الاورتيك فالف، بينما العكس بيحصل لكل ما هو فوق الليفل بتاع الاورتيك فالف. انا مش عايز ادربكم في دي، انما كلاسيكالي ال في او تي المفروض يتقاس الميد سيستولي علشان ده بيكون اوسع حاجه ليه، وهو ده اللي احنا بناخده ونعمله افريجنج على الكاردياك سايكل. الحاجه الثانيه ان احنا بنقيس في 2 دي ال في او تي دايمتر، وانا بزعم ان الريديوس بتاعه هو اللي ينفع اطلع منه اريا. طب ده معناه ان انا بقول ان هو السيركل يونيفورم سيركل، بينما احنا كلنا هنعرف كمان شويه ان هو اكشولي بيبقى شويه اليبس. اللي انا بقيسه ده ينفع الصراحه ان هو يكون اكتر شويه او اقل شويه من اللي بيحصل. برغم من كل العيوب دي ستيل الطريقه بتاعت الاورتيك فالف اريا ديريفيشن باي كونتينيوتي ايكويشن، بالرغم من كل العيوب دي الا ان هي الجولد ستاندرد في الايكو. الحاجه الثانيه الجزء بتاع الفيلوسيتي، احنا اتفقنا ان احنا مش كونتينوس فلو، احنا حاجه بلسيتايل، وبالتبعيه الفيلوسيتي اللي انا هجيبها دي انهي فيلوسيتي بتاعت انهي لحظه، في بدايه السيستول ولا في نصه ولا في نهايته؟ ده في لحظه الفلو بيبقى زيرو وبعد كده بيقعد يبيك جراديولي لغايه لما يوصل لقيمه اعلى حاجه، وبعد كده يبتدي ديسيلريت لغايه لما ينزل تاني عندي زيرو مع نهايه السيستول وبدايه الدايستول. فدي دايما احنا بنعرف نتجاوزها بالحاجه اللي اسمها الفي تي اي فيلوسيتي الرقم اللي احنا دايما بندخله في المعادله. حاجه الثانيه ودي اخواتي اللي عندهم خبره اكتر، ودي هتبان اكتر حاجه في المحاضره اللي هنبتدي نشرح فيها البيزكس بتاعه الكونتينوس ويف دوبلر والبلس ويف دوبلر، هي المفروض ان احنا نبقى فيري بارلل للفلو. فلو احنا بنقيس وكان في سم سورت اوف انجيوليشن للفلو اكتر من زاويه 30، الصراحه المفروض ان هي يكون ابقى فاهم ان في سنه ليميتيشن اكتر من 60 بيبتدي يبقى اجباري علينا ان احنا نحط كوركشن فاكتور. انما هو يوجوالي احنا هنا في ايدينا، مهم ان انت تدور على اكتر حاجه انت فيها الايند، لان هي دي دايما اللي بتساعدك ان انت تقلل المارجن اوف ايرور، بدل ما تخش في الدايليما بتاعت ان انا اخد حاجه ما هياش الايند واضطر ان انا ادور على الكوركشن فاكتور. ف يوجوالي وي لوك فور ذا سايت تو ميجر rather than to take any measure that you can acquire and look for the correction. الحاجة التانية إن إحنا هنا هنقيس مرة velocity بتاعت aortic valve، مرة velocity بتاعت LVOT. طب لو ده عيان هو عنده beat to beat variability والفيلينج بتاعه variable from beat to beat زي العيانين بتوع الاترال fibrillation وكثيرا ما هم، فهي طبعا دي بتبقى another limitation. والحل بتاعها إن إحنا ناخد 4-5 usually something between 3 to 6 successive beats and we average between these. الحل الثاني اللي بيطلعنا شويه من الحته بتاعت ما هو له علاقه ب الجزء بتاع الراديوس والديامتر والاليبتيسيتي، حاجه اسمها dimensionless index او الدوبلر index. طيب احنا كنا اتفقنا من الكونتينيوتي ايكويشن ان الاورتيك فالف اريا خلاص فاهمينها بتساوي الكروس سكشنال اريا بتاعت ال في او تي مضروبه في في تي اي ال في او تي، يبقى نصين ال في او تي كلهم فوق، وبنقسم البرودكت ده على ال في تي اي بتاع الاورتيك فالف في حالات الاورتيك ستينوسس. طيب ده معناه ان لو انا خدت الكروس سكشنال اريا من المعادله دي وديتها الناحيه الثانيه ناحيه الاورتيك فالف اريا، فهيبقى از ماتر اوف فاكت انا عندي ريشيو ما بين اريا تو اريا that is proportionate للريشيو بتاعه ال VTI to VTI. حد مركز معايا؟
فاكرين المقص بتاع سنة تالتة ابتدائي؟ مش أنا لو خدت حاجة من فوق في الجنب الشمال هوديها الجنب اليمين، أنا بحركها تبقى عكس عكاس. فلو أنا خدت الكروس سكشنال اريا بتاعت الـ LVOT وديتها هناك، هي هنا كانت فوق، هناك هتبقى تحت. يبقى الريشيو من الأورتيك فالف اريا أوفر LVOT اريا هي as a matter of fact بتساوي الريشيو بتاعت LVOT VTI على أورتيك فالف VTI. يبقى لو افترضنا ان المعتاد والمتوقع ان يكون دايما الأورتيك فالف اريا هي مور اور ليس الريشيو ما بينها وما بين الفي تي اي اربع اضعاف، انا اسف الريشيو ما بينها وما بين ال في او تي اربع اضعاف. انتوا رجعتوا تاني ولا انا بعيد عنكم؟ احنا موجودين يا دكتور. Hello. حد سامعني؟ تمام يا دكتور، بس هي السكرين مش شغالة. أيوة يا دكتورة. يا جدعان. أيوة يا دكتور، هي سكرين بس مش شغالة. No. حد سامعني؟ سامعين حضرتك يا دكتور. طيب انا ما اعرفش ايه اللي حصل، بس انا خرجت ودخلت ثلاث مرات علشان كنتوا معايا لغايه فين؟ لغايه فين؟ ايه خلصنا المحاضره؟ طيب السبيك هيرد ولا؟ احنا سامعين حضرتك يا دكتور احمد. دكتور كنا في الايكويشن بي سي اي والالفتي والكروس سكشنال اريا. طيب حاليا انتوا شايفين كمان ولا مش شايفين؟ لا مش حاليا شايفين. لا مش شايفين. اوكي.
مش شايفين. لما حد يشوف يقول لي. شايفين؟ لا لسه. كده ظهرت الدكتورة. تمام. اوكي طيب هاي. الحياة بقت صعبة قوي. طيب وشايفين في نقطة حمراء بتطلع لك؟ تمام يا دكتور واضح. اوكي. طيب هحاول اكون مور كونسايز بقى علشان واضح ان النت مش ستيبل. انتم موافقين معايا لغايه النقطه دي ان لو ارتك فالف اريا انا اقنعتكم خلاص انها بتساوي الكروس سكشنال اريا عند ال في او تي مضروبه في ال في تي اي عند ال في او تي على في تي اي بتاعه الاورتك فالف، ودي اللي بنستخدمها في حالات الاورتك ستينوسس. حد موافق؟ تمام يا دكتور. اوكي طيب لو احنا عملنا تاني المقص بتاع سنه ثالثه ابتدائي وقررنا ان احنا ناخد ده ونوديه الناحيه الثانيه، هيبقى فوق ولا هيبقى تحت؟ الزعوم ان انتم في انه هيبقى تحت، فهيبقى ساعتها احنا بنقول ان هيبقى aortic valve area divided by ال LVOT cross sectional area هي بتساوي ال LVOT VTI على ال VTI بتاعت هذا ال aortic stenosis. يبقى ساعتها دي كده احنا ينفع نستخدمها ك dimensionless index، دي بقت index انا مش محتاج ادخل في المعادله ال LVOT diameter علشان اخرج من limitations بتاعته. وباعتبار ان احنا عارفين ان العلاقه ما بين النورمال اورتيك فالف اريا والنورمال ال في او تي تقريبا بتكون واحد لواحد، ولما الاورتيك فالف اريا ينزل تحت ربع المساحه بتاعته يبقى ده سيفير اورتيك ستينوسيس، يبقى لما الاورتيك فالف اريا على ال في او تي يبقى الريشيو بتاعته نزلت تحت الربع يبقى ده اسمه سيفير اورتيك ستينوسيس. طب انا مش عايز اقيس دي خالص، يبقى ساعتها انا هبص على العلاقه ما بين دول. ده معناه ان لو ال في تي اي عند ال في او تي ديفايدد باي ال في تي اي عند الاورتيك فالف اريا في حالات الاورتيك ستينوسيس كانت اقل من ربع يبقى انا عرفت خلاص ان الاورتيك فالف ده سيفير. هنا انا ما احتجتش ان انا اقيس ال في او تي دايامتر ولا ريديوس ولا اعمل سكويرنج للايرور ولا ازعم هو اليبتيكال ولا مظبوط ولا وحش ولا ايه. انا هنا بس عملت اندكس ما بين ال في تي اي عند ال في او تي ببلس الدوبلر هناخدها في المحاضره بتاعتها، وال في تي اي عند الاورتيك فالف بالكونتينوس دوبلر وهناخدها في المحاضره بتاعتها، ولما اقسمهم على بعض اشوف هم اقل من ربع ولا أكتر من ربع. أكتر من ربع دول هيبقوا الحمد لله في الحتة بتاعتي نورمال يا مايلز يا مودريت، إنما لو أقل من ربع وده اللي احنا بنتكلم فيه هو بيكون ده اسمه سيفير. طيب الكونتينوتي إيكويشن احنا زي ما اتفقنا هي عبارة عن إن مفيش حاجة لا بتخلق ولا بتتهرب من closed tube system، فلازم what goes in must come out except ان يبقى في abnormal pathway، وساعتها الabnormal pathway ده هيبقى اسمه an abnormal leakage. او لو لقيت ان اللي coming out اكتر من اللي داخل يبقى ساعتها there is an abnormal shunt that adds to the circulation. صح؟ فلو احنا الدم عندنا مثلا، انا هحاول ان انا اختصر يا جماعه، لو احنا الدم عندنا مثلا لما جيت تقيس what is passing through the RVOT ولقيته 100 وبعدين المفروض ان اللي بيخش ال RVOT ده بيروح على اللنج وبعدين يرجع تاني من اللنج على الليفت اتريوم ليفت فنتريكل ويخرج من ال LVOT، وجيت اقيس اللي بيخرج من ال LVOT لقيته لا ده طلع 120. هم ال 20 دول جم منين؟ دول اضافوا. هو الوضع المعتاد ان normally under normal conditions what goes into the lung should come out from the lung. ليه اللي داخل اللنج 100 واللي خارج من اللنج 120؟ ال 20 دول اضافوا جوه اللنج. apparently احنا كده في عندنا حاجه بتاعت right to left shunt. صح؟ هفترض ان انتم موافقين. بينما لو افترضنا ان في حاله ثانيه ان اللي بيعدي من الميترال فالف انتو ذا ليفت فنتريكل كان 100، بعدين لقيت ان اللي بيخرج من ال LVOT يعني بيخرج من الليفت فنتريكل انتو ذا اورتيك فالف هم 60، ال 40 دول راحوا فين؟ اكشولي هم كده هربوا،
هيهربوا هيروحوا فين غالبا؟ ده كده راحوا back into the left atrium، يبقى ده هو regurgitant volume بتاع mitral regurg. وبالتبعية هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان انا بقيس اللي داخل واللي خارج into a certain chamber او a certain system، ولو لقيت ان في فرق كبير ما بين الاتنين يبقى بديهي ان هو ده اللي هنقدر نطلع بيه. اذا كان في QP QS abnormality يبقى في شنط، او ان يكون في regurgitant lesion واحسب منه regurgitant volume وregurgitant fraction. الكلام ده طبعا ان احنا نقوله مظبوط قوي هيبقى افضل حاجه ليه ان احنا نسمعها من بعد ما نسمع المحاضرات بتاعه الشانتس والكيو بي كيو اس، ونسمع المحاضرات بتاعه الاستينوسيس والريجرج. دي بقى انا هقعد فيها شويه معاكم. احنا اتفقنا ان الفلو دايما بيساوي كروس سكشنال اريا مضروب في فيلوسيتي، وعلشان احنا الفيلوسيتي في ال pulsatile flow systems مش في الconstant flow systems هي variable. احنا زي ما اتفقنا انا بيبقى في لحظه بيفتح فيها الاورتيك فالف، فقبل اللحظه دي ال velocity of flow across the aortic valve كانت زيرو، بعدين هتبقى واحد، هتزيد هتزيد هتزيد، هتوصل لغايه 2 متر ونص، بعدين هتبتدي تديسيلريت جراديولي 2 متر وربع، 2 متر واحد ونص، واحد وربع، لغايه لما عند الاند اوف سيستولي وبدايه النكست دايستولي هترجع زيرو. علشان كده احنا دايما بنشوف ان احنا بنسميها mountain او triangular envelope. يبقى انا ما ينفعش الفيلوسيتي اخدها في لحظه معينه، هو الايكو فهم كويس ان هو ينفع يطلع حاجه اسمها time velocity integral، ان هو يبلوت الديفرنت velocities through the time of flow ويعمل لهم averaging علشان يقول لي هو through ال systole الافريج فيلوسيتي لو هحب اعبر لها برقم واحد هيبقى كده، يبقى الفي تي اي او التي في اي، لان احنا بينفع نقولها تايم فيلوسيتي انتجرال او فيلوسيتي تايم انتجرال، هي دايما بتكون رقم واحد وبيتعبر عنه بفوليوم، هو بيطلع ملي لترز او بيطلع سنتيمتر. يبقى الستروك فوليوم بيساوي هذا الرقم مضروبا في الكروس سكشنال اريا اللي الفلو بيعدي فيه. ستروك فوليوم في الاغلب احنا بنحب نحسبه عند ال LVOT لانه هو the most predictable cross sectional area البايت limitations اللي احنا قلناها من 4-5 سلايدز. فلو انا قدرت اطلع ده وده يبقى انا بقى معايا ستروك فوليوم at LVOT. طيب هو الكاردياك اوتبوت احنا عارفين من الفيسيولوجي بتاعت سنه ثانيه طب ان هو بيساوي ستروك فوليوم مضروب في الهارت ريت، وده كمان الايكو ماشين بينفع تحسبه. طيب واحنا كمان عارفين ان الكاردياك اندكس هو بيساوي الكاردياك اوتبوت مقسوم على البادي سيرفس اريا، وده كمان الكالكوليتر والبني ادم ينفع يطلعه. قوم لو افترضنا فرضا جدلا ان احنا في عندنا عيان هو كان عنده مشاكل كده معينه، وانا مش عارف خالص اذا كان هو البلد بريشر بتاعه قليل علشان هو انا اوفر دايوريست هيم، ولا علشان هو عنده مشاكل تانية بتاعت pump failure. بعدين لما اختلفنا قلنا ما تيجوا نعمل له fluid challenge، فادينا له infused him with 150-200 سنتي سلاين، وكنت قست الكاردياك output بتاعه بالطريقة دي قبل ما نديله الفوليوم تشالنج، وبعدين رجعت قستها بعد ما اديت له الفوليوم تشالنج ولقيت ان الكاردياك output بتاعه زاد، هو ده في حاجة أحسن من كده في الدنيا عشان تقول لي إن العيان ده فوليوم ريسبوندر، وإن العيان ده أنا كنت قللت في السيركيلاتوري فوليوم بتاعه لدرجة إن هو أثر بشكل عكسي على الكاردياك أوتبوت، وإن هو كان أوفر دايوريست، وإن أنا لما زودت الفوليوم بتاعه شوية حسنت البريلود، اتحركت على الستارلينج كيرف في الحته الفيفربل فحسنت الكاردياك اوتبوت بتاعه. ايه رايكم؟ حلوه دي؟ تمام يا دكتور. انا هزعم انها حلوه، ماشي. ده بالظبط اللي احنا قلناه بالكلام لو انتوا قدرتوا تتخيلوه معايا. لو انا عندي ال في او تي يمثل تيوب سيلندر مور اور ليس وذ سم ليميتيشنز احنا قلناهم لغايه دلوقتي مرتين، وانا ينفع احسب الكروس سكشنال اريا بتاعته لان انا ينفع اجيب الدايامتر
وينفع الديمتر اقسمه على 2 فيبقى radius، وينفع اضرب باي ار سكوير يبقى اريا، وينفع احط بلس ويف دوبلر علشان اعرف اطلع الفيلوسيتي تايم انتجرال اللي بتعدي من الال في او تي. يبقى الستروك فوليوم بيساوي كروس سكشنال اريا مضروب في في تي اي. وبالتبعيه لو انا عرفت احصل على ده بالطريقه دي فانا ينفع اطلع كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. طيب تعالوا نفكر مع بعض بسرعه. لو احنا قدرنا نطلع بفوليومتريك اسسمنت الكارديك اوتبوت على ال في او تي والفي تي اي از نوت ابروبريت، امتى ما هتنفعش ان انا اكون واثق فيها؟ لو كان في significant mitral regurge، ولا لو كان في significant mitral stenosis، ولا significant aortic regurge، ولا significant aortic stenosis. تاني يا جماعة، أنا عايز أحسب الـ effective cardiac output. فإحنا متعودين إن أحسن مكان the most conventional إن أنا أشتغل على الـ LVOT، لأن هو ده ينفع أطلع الـ diameter بتاعه بسهولة، وينفع أطلع الـ VTI بتاعته بسهولة. الـ effective cardiac output وحش بالطريقة دي، ما ينفعش يعني أكون واثق فيه بالطريقة دي عند مين من العيانين دول؟ حد هيتطوع؟ أورتيك ريجيرج دكتور أحمد. سوري. أورتيك ريجيرج. طب كويس إن أنا شكرتك بسرعة قبل ما ترجع في كلامك. أنا موافق جدا. لان هو الميترال ريجرج ده ابنورماليتي، والميترال ستينوسيس ده كمان ابنورماليتي قبل الحته دي، وبالتبعيه اللي هيعدي من ال في او تي انتو ذا اورتيك فالف هو ده افكتيف كاردياك اوتبوت، بغض النظر ان العيان عنده ميترال ريجرج وميترال ستينوسيس. كمان العيان اللي عنده اورتيك ستينوسيس هو البتاع ده صادق، وصادق جدا كمان، لانه از ماتر اوف فاكت هيعدي كميه قليله من ال في او تي، وهيبقى كمان بيقول لي الى اي مدى الاورتيك ستينوسيس ده سيفير ومؤثر مع العيان، فمخلي العيان عنده لو فيكسد كارديك اوتبوت. انما الاشكال هم عند العيانين اللي بيكون عندهم سيجنيفيكانت اورتيك ريجرج، ان احنا بنحسب المعادله دي كلها في السيستولي، وبنتجاهل ان ينفع جدا ان 50% ولا 60% من اللي كان عدى ده ثرو سيستولي through the first fraction of seconds في الدايستولي هو رجع تاني جوه ال LV علشان في significant aortic regurge وما بقاش effective cardiac output anymore. طيب تعالوا نقول حاجة تانية سريعة، ودي احنا هنحاول نعدي عليها علشان اشرح لكم ايه اللي وراها، انما هي هتتبلور اكتر في المحاضرات بتاعت ال valve stenosis. الراجل دوبلر ده اللي كان اتولد سنة 1803 الله يرحمه يا رب ويبشبش الطوبة اللي عند قبره، ده كان راجل ودانه موسيقية جدا، فهو قال إن أنا بسمع صوت السرينة بتاعت الإسعاف وهي مقربة مني، وبعدين وهي بتبعد عني، وبعدين أنا هحط لكم منها قانون فيزياء يطلع ترابتتكم بقية العمر. وجي بعد كده واحد تاني اسمه بيرنولي وقال أنا هعمل سمبليفيكيشن للي دوبلر قاله، فأنا هطلع لكم معادلة اسمها 4 في سكوير. دي قصة فعلا قصة جميلة جدا تقول لكم قد إيه الناس دي لما ما كانش عندهم كل العذابات اللي احنا بنتعذبها كانت دماغهم نورة وبيفكروا كويس. أنا آسف تعالوا نضع شوية وقت في الكلام ده. بصوا بقى قال إيه لو في حاجة بتعمل kind of vibrations والsource of the vibrations دي بتتحرك من بعيد لقريب مني، فهو لو ما بين كل event وevent sometime كل ما السورس of the vibrations يقرب مني فأنا هلاقي إن الevent to event repetition بيقصر، فده معناه فيزيائيا ان الفريكوانسي بتزيد. بينما لو السورس اوف فايبريشنز بيبعد عني فهو از ماتر اوف فاكت انا هلاقي ان التايم فريم ما بين ايفنت تو ايفنت بيبعد، which is synonym الى ان الفريكوانسي بتقل. لازم انتوا سنة 2021 تقتنعوا بسرعة عشان الراجل ده قال الكلام ده سنة 1800، فانتوا موافقين؟
انا هازعم ان ام حد بيقول لنا حاجه هنا. سوزان بتقول لنا انها موافقين. ايه الهيستوريك يا شيخه؟ انت اللي واخده بها يعني، رفع معنوياتي فعلا. طيب شكرا يا دكتوره سوزان، الله يسترك. طيب يبقى خلينا دلوقتي نكون بنتكلم بمنتهى الهدوء. هل انا بقى ينفع استغل التشينج ان فريكوينسي وبالتبعيه التشينج ان ذا فيلوسيتي اوف تكرار الايفنتس ده، ان انا اطلع منه حاجه معينه؟ معادله كبيره جدا، انا انأى بنفسي وبانفسكم عن ان احنا نوصل لها. اللي انا عايز معاكم ان انتوا تصدقوني فيه لما اقولها لكم وتقولوا يلا خلاص احنا سمعنا كتير، اشمعنى جت على دي فهنسمعه بردك، هي ان الراجل برنولي لما جه وحاول ان هو يبسط الموضوع وقال هو انا ازاي الـ change in frequency اللي هيبقى simplified into change in velocities اقدر ان انا اderive منه الـ pressure gradient. قال لنا ان الـ pressure gradient at a certain point، فرق الـ pressure قبل النقطة دي وبعد النقطة دي، هو بيساوي 4 أضعاف تربيع الـ difference ما بين الـ velocity بعد والفيلوسيتي قبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو افترضنا مثلا ان انا عندي هنا في تريكاسبيد ريجورجيتن جت، احنا دايما بنحط كونتينوس ويف شبه ما انا راسم الخط ده، يبقى الرايت فنتريكل لما بيكونتراكت نورمالي ات شود بوش ذا بلاد اوتسايد ذا رايت فنتريكل انتو ذا بالمونري ارتري. انما اكمن دايما بيكون في فيسيولوجيك تراكسبيد ريجورج حاجه صغننه قوي تريفيال او مايلد ينفع تزيد مع باثولوجيز، فهو ينفع يبقى في دم كمان بيتحرك ما بين الرايت فنتريكل والرايت اتريوم فيسيولوجيكالي، وده احنا بنستخدمه علشان نديرايف حاجات. فلو افترضنا ان دي نقطه وانا شفت فرق تغير الفيلوسيتي في الدم اللي بيتحرك ما بين النقطه دي والنقطه دي، فهو انا ينفع اقول ان فرق الفيلوسيتي ده لو افترضنا ان انا عملت الفرق ده ربعته وضربته في 4 هو هيقوم قايل لي هو في قد ايه فرق بريشر ما بين الشامبر دي والشامبر دي. اوكي، الشامبر دي الدم بيتضغط فيها بمقدار معين، والشامبر دي اوريدي هي ما فيهاش فراغ فهي فيها بريشر معين، وبالتبعيه الدم عشان يتحرك من هنا RV لهنا RA هو الـ driving force هي الـ difference in pressure اللي احنا بنحب نسميه pressure gradient. طب هاي، طب لو افترضنا during systole ساعة لما ده يكون بيكونتراكت هو بديهي ان البالمونري valve مفتوح، يبقى الـ pressure هيبقى equalized ما بين الـ RV والبالمونري artery، يبقى انا ينفع اقول ان ممكن اشيل كلمه ال RV systolic pressure واحط مكانها pulmonary artery systolic pressure with the limitations، هقولها حالا. يبقى ال pulmonary artery systolic pressure as a matter of fact هو بيساوي فرق ال velocity اللي انا ينفع اطلعه من الايكويشن دي، المقدار ده هو اللي فرقه ما بينه وما بين ال pressure جوه ال right atrium. هو احنا بينفع نقيس الرايت اتريال بريشر نون انفيسيفلي؟ الاجابه لا، بس احنا عندنا حاجات بتقدر تخليني اقدر اعمله استيميشنز، ودي نازله في الجايد لاينز بتقول لنا لو انا بصيت على الاي في سايز دايمتر، ولو انا بصيت على الراسبيروفيزيك كولابسبيليتي، هو العيان لما بياخد نفس حلو كده مع انسبيريشن هو هيكولابس بمقدار قد ايه، فانا ينفع استيميت الرايت اتريال بريشر ان هو يكون ما بين 3 أو 8 أو 15. وبصراحة هو احنا دلوقتي بقينا بنفضل إن احنا نزعم إن دول رينجز أكتر من إن هما يكون فيكسد فيجرز، بس مش موضوعنا دلوقتي. يبقى الكلام ده اللي هو احنا بنعرف نطلعه بريشر جريدينت بنسميه في الإيكو تي آر في ماكس، وأطلع من الفيلوسيتي، الفيلوسيتي أطلع منها آر في سكوير يبقى بريشر جريدينت. لما اجمع البريشر جريدينت بتاع التي ار في ماكس ديريفيشن وازوده على الاستيميتد ار اي بريشر، انا بطلع الار في سيستوليك بريشر اللي هو بيساوي بالمونري ار 3 سيستوليك بريشر بشرط.
حد ممكن يتخيل الشرط ده ايه؟ For the sake of time خلوني انا اغششكم، ان ما يكونش فيه لا pulmonary valve ولا sub valve ولا supra valve stenosis، عشان احنا بنسميها pulmonary artery. فلو ما فيش RVOT obstruction يبقى pulmonary artery pressure is equivalent لل RV systolic pressure. ودي حاجة احنا بنعرف نطلع منها pulmonary artery systolic pressure اللي هو داخل جوه حاجات كتير في المعادلات بتاعتنا. اوكي ماشي، اتمنى ان انتوا تكونوا مصدقيني وانا قلت لكم الكلام ده كده. ودي مثلا واحدة من ال very important implications، ان لما بنيجي نتكلم على العيانين بتاع pulmonary hypertension طبعا اي حد يسألك هو انا ينفع اشخص ان العيان ده عنده pulmonary hypertension بالايكو بس non invasively؟ لا يا بيه، بينفع نسسبكت، انما علشان ابروف هو لازم يتقاس invasively جوه قسطره. بس هو general speaking لو ال TRV max كانت اللي احنا بنقيسها اقل من 2.8 او اكتر من 3.4، هو usually هم دول الحاجات اللي بتقول لنا probability of pulmonary hypertension بعد ما بندخل في المعادلة شوية حاجات تانية. وإحنا إحنا بنتكلم على إن العيان لما يبقى high probability أو intermediate probability، مين منهم اللي إحنا بنحتاج إن إحنا نعمله RHC right heart cath to confirm إذا كان هو فعلا عيان عنده pulmonary hypertension for a reason or another that can be classified into the five major groups, group 1, 2, 3, 4, and 5, the miscellaneous group of pulmonary hypertension. ليها algorithm كبير قوي، انا بس عايزكم تركزوا ان دايما الالجوريثم بيبتدي بان احنا نعمل echo assessment and the echo suspicion of هو العيان عنده اساسا ولا مش عنده، علشان بعد كده اخد منهم العيانين اللي هيحتاجوا يتعمل لهم further work up. وبالتبعيه احنا زي ما نفس المعادله دي كانت بتتكلم، لو انا خدت systolic phase عشان اطلع منها pulmonary artery systolic pressure، هو في واحده ثانيه بينفع اطلع منها الاستيميتد pulmonary artery diastolic pressure، تعتمد على ال PR pulmonary regurgitation. احنا ينفع جدا اطلع الجريدينت across the LVOT شبه مثلا العيانين بتوع ال HCM. ينفع اطلع ال RVOT gradient شبه مثلا العيانين اللي بيكونوا عندهم فلو وعندهم sub pulmonic pulmonary stenosis او RVOT stenosis يكون sub valvular. ينفع اطلع منها حاجه اسمها DPDT، ودي كانت واحده من السيروجيتس اللي احنا بنعمل بيها assessment لل RV function او ال LV function لما هنأسس على ال mitral regurg velocity. ينفع اطلع منها ال LV end diastolic pressure بنفس المفهوم، وال LV end diastolic pressure احنا عارفين كويس قوي 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 ان هو بقى حاجه مهمه، لان هو بيبقى strongly correlated مع ال pulmonary capillary wedge pressure اللي بدا starting من بدايات سنه 95 وطالع ان احنا نفكر فيه في حالات ال half PEF وال diastolic heart failure. وينفع اطلع بيه ال estimated left atrial pressure لما اشتغل على المايترال ريجورج ام ار في ماكس. طيب خلوني اغلس عليكم في اخر حته في المحاضره وهسيبكم، والله انا عارف ان انا طولت عليكم قوي. الايكو ما بينفعش خالص ان احنا نبص بيه على الكورونريز، بس ينفع اندايركتلي ابص بيه على كورونري ديستريبيوشن، لان انا لما اكون ببص على المايوكارديوم وانا حافظ كده من القسطره وعلم البف وفنون القسطره ان ال LAD الاخضر بالديستريبيوشن بتاعه بيدي حاجات معينه، والسيركمفلكس البينك بالديستريبيوشن بتاعه بيدي مساحات معينه، والرايت كورونري الازرقي كده الحلم بالديستريبيوشن بتاعه بيدي حاجات معينه، يبقى انا indifferent echo views انا ببقى قادر اتخيل واتوقع ايه الحاجات اللي بتبقى سوليلي بالال اي دي، وايه الحاجات اللي بتبقى فيها كونتريبيوشن من ال اي دي اخضر على سيركمفلكس بينك، وايه الحاجات اللي بتبقى سوليلي رايت كورونري، وايه الحاجات اللي ممكن يكون فيها كونتريبيوشن ما بين ار سي اي ال اي دي او ار سي اي ال سي اكس على حسب الدوميننس مثلا.
وبالتبعية أنا لو لقيت إن كل حاجة كويس وكله بيتحرك حمادة زي الفل، بس الجزء ده في الإيكو لما باجي أبص عليه لقيته differentially، هو hypokinetic بالمقارنة بالحاجات التانية، هو أنا ينفع جدا 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 أنا آسف حد عمل لي ميوت، أنا ما عملتش لنفسي. طيب أنا بأزعم جدا إن المفروض إن إحنا في الإيكو ريبورتس والكونكلوجن ما نقولش أبدا إن العيان ده is ischemic heart disease patient، ولكن نقول there is a high probability of having ischemic heart disease، العيان ده is suspected ischemic heart disease، وإن إحنا نقول الكلمة السياسية بتاعت إن كمان نو سكرين، لا هو كده حد قفش عليا. طب خلاص هو احنا خلصنا المحاضرة. Dimension Severity Index. على فكرة المحاضرة دلوقتي كانت في السلايد بتاعت Welcoming Any Questions. طب حد يرد علي، ما هو This is why انتوا كان ينفع تبقوا بتكلموني. هو هي وقفت لغاية ايه بالمعلومة بتاعت ان البريفيوس سلايد كانت السلايد دي. تمام يا دكتور، هذه كانت اخر سلايد شيرت. طيب يعني apparently ان الكونكشن هسست مننا in the last episode. حد عنده اسئله بقى؟ I will take this as طيب يا جماعه انا اتشرفت بيكم، وأتمنى لو حد عنده أسئلة ويعرف لي تليفون أو إيميل وعايز يبعتها لي I will be very 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 grateful to him and I will be happy يعني to answer him لو ده كان في محيط علمي، وربنا يوفقكم في بقية الكورس. سامحوني أنا عارف إن الترتيب بتاع المحاضرات ما كانش ينفع خالص إن إحنا نبتدي إيكو كورس بحاجة very complex and sophisticated شبه موضوع الهيموديناميك assessment، should have been يعني something differently. إنما هو يعني يمكن يكون ده من حسن حظي إن أنا أقابلكم، ومعرفش بقى ده كان من حسن حظكم ولا لأ إن أنتوا تبتدوا معي. أراكم دائما على خير، وسلام عليكم. ميرسي حضرتك جدا يا دكتور.